إله إلا الله، لا إله إلا الله، له لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ونكره الكافرون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اللهم لك الحمد. اللهم يا ربي، لك الحمد ولك الشكر حتى ترضى، ولك الحمد ولك الشكر إذا رضيت، ولك الحمد ولك الشكر بعد الرضا. اللهم يا ربي، إنك أكرمتنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، منقذ البشرية، وهو الذي أنزل عليه القرآن، وهو الذي علمنا وعرفنا بما كان وما يكون. اللهم يا ربي، اغفر لنا في وجه نبينا صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم يا ربي، إنك قلت وقولك الحق، قلت إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا لله بإذنه وسراجا منيرا، وقلت في حقه إنا أعطيناك الكفار فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبطال، وقلت في حقه إنا أعطيناك الكفار فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبطال، وقلت في حقه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، أن يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. اللهم يا ربي، أكرمتنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم يا ربي ارحمنا، اللهم يا ربي ارحمنا بطاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربي، إن هذا الحفل وهذا الاجتماع وهذا الذكر وهذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم يا ربي، إننا ناوينا بهذه الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إننا ناوينا بها محبة فيه وشوقا إليه وتمثيل لأمريكا وتصديقا لنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيما لقدره، فتقبلها منا ومن جامع السامعين ومن جامع المؤمنين ومن جامع الصالحين ومن جامع أولياك الصالحين ومن جامع المؤمنين ومن جامع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم يا رب تقبلها منا، اللهم يا رب تقبل منا أعمالنا، اللهم يا رب، إننا نوينا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم محبة فيه وشوقا إليه وامتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيما لقدره، فتقبلها منا بفضلك وإحسانك، وأزيل حجاب الغفلة عن قلبنا، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم يا ربي،
زده شرفا على شرفه الذي أوليته وعز على عزه الذي أعطيته ونور على نوره ونور على نوره الذي منه خده وأعلي مقامه في مقام المرسلين ودرجته في درجة النبي وأسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين مع العافية الدائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة وكلمات الشهادة على تحقيقها من غير تبديل ولا تغيير اللهم يا ربي من غير تبديل ولا تغيير اللهم يا ربي اثبتنا بالقول الثابتين في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم يا ربي إن بعض البشر وبعض الإخوان يقول أن الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة والذكر بدعة والقرآن جماعة بدعة والسبحة بدعة اللهم يا ربي إن كانت هذه بدعة إذا كانت تلاوة القرآن بدعة وإذا كان الذكر بدعة وإذا كانت السنة بدعة وإذا كان الاجتماع والاحتفال بنبينا صلى الله عليه وسلم بخلق نبينا صلى الله عليه وسلم وجميع ما أخذته يا رب العالمين إن كان هذا بدعة فاللهم يا ربي أحيينا على هذه البدعة وأمنا على هذه البدعة وأمنا على هذه البدعة وأحشرنا على هذه البدعة وأحيينا على هذه البدعة حتى نلقاك بهذه البدعة يا رب العالمين اللهم يا ربي إن كانوا هذا الناس لهم حقا فيا ربي نحن أحيينا على هذه البدعة وأميتنا على هذه البدعة وأميتنا على هذه البدعة وأحشرنا على هذه البدعة وأحيينا على هذه البدعة حتى نلقاك بهذه البدعة يا رب العالمين اللهم يا ربي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رب العالمين على لسان رسولك صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة خلفاء من بعدي وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي وأعض عليها بالنواجذ وأعض عليها بالنواجذ وقلت يا ربنا من أحيا سنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن أحيا سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة اللهم يا رب اجعل هذه السنة الحسنة الذي نحن نحيوها اللهم يا رب اجعل لنا نورا في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين اللهم يا رب اجعل لنا نورا في الدنيا وفي الآخرة وهذا الناس الذين يتهمون الناس يتهمون الفقراء والعارفين ويتهمونهم بأنهم يعملون بدعة اللهم اغفر لنا ولهم اللهم اغفر لنا ولهم اللهم يرضي اهدنا وإياهم اللهم يرضي أرنا وإياهم الحق وارزقنا اتباعه وأرنا وإياهم الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يرضي اهدنا وإياهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين اللهم يرضي اهدنا اللهم يرضي اهدنا واهدي أولادنا اللهم يرضي اهدنا واهدي أزواجنا واهدي أولادنا واهدي بناتنا واهدي شبابنا واهدي المسلمين أجمعين اللهم يرضي ارحمنا جميعا اللهم يرضي ارحمنا من جاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هناك من يقول لا تقول من جاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن أتى بالإسلام أنت الذي أتيت بالإسلام أنت الذي أتيت بالإسلام ومن أتى بالقرآن أنت الذي أتيت بالقرآن ومن على نزل الوحي أنت الذي على نزل عليك الوحي ومن أتى بالأحاديث أنت الذي أتيت بالأحاديث سبحان الله اللهم اغفر لنا ولكم اللهم اغفر لنا ولكم اللهم يغفر لنا اللهم يغفر لنا خيارنا اللهم يغفر لنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وارفع رضاك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا ارحم الراحمين ويا رب العالمين الله يرفع في البركه اللهم يرفع فيه اللهم يرفع فيه من يديه ومن خلفه ومن يمينه ومن شماله ومن فوقه ومن تحته اللهم يرفع فيه من ابتلائه اللهم يرفع فيه من شياطين الجن وشياطين الانس اللهم يرفع فيه من شياطين الجن وشياطين الانس اللهم يرفع فيه
اللهم يرمي النور، اللهم يرمي زد نور على نور، اللهم يرمي زد أسرار على أسرار، اللهم يرمي زد علم على علم، اللهم يرمي زد علم على علم، اللهم يرمي زد علم على علم، اللهم يرزق فيه، اللهم يرجع فيه بركة، اللهم يرجع بركة في صحتي، واجعل بركة في عمري، واجعل بركة في أولادي، واجعل بركة في ذريتي، واجعل بركة في أهلي، واجعل بركة في إخواني، اللهم يرزقهم وإخوانه، اللهم يجعلهم إخوان على صلب متقابل، اللهم يجعلنا وإياهم إخوان على صلب متقابل، الفقراء جميعا اللهم يجعلنا وإياهم إخوان على صلب متقابل، اللهم يربح قدمه على قدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم يربحنا وإياهم على سنة سيدنا محمد وعلى سنة أوليائك الصالحين، اللهم يرحمنا فإنك بنا رحيم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، اللهم يا رب ارحمنا فإنك بنا رحيم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، اللهم يا اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين، الفقراء جميعا اللهم يا رب احفظكم، اللهم يا رب نور حالكم، اللهم يا رب اجعل بركة في صحتكم، اجعل بركة اجعل البركة في أولادكم أمين. وفي بناتكم أمين. وفي أزواجكم أمين. وفي جميع أسراتكم أمين. اللهم يا رب زدكم نور على نور أمين. اللهم يا رب اجعل بركة في عملكم أمين. اللهم يا رب اجعل بركة في خدمتكم أمين. اللهم يا رب اجعل بركة في أرزاقكم أمين. اللهم يا رب ارزقنا وإياكم من حيث لا نحتسب اللهم يا رب ارزقنا وإياكم برزق حلال طيب مبارك فيه أمين. اللهم يا رب ارزقنا رزق حلال طيب مبارك فيه أمين. يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين أمين. اللهم يربط لحوائج المحتاجين أمين. اللهم يربط لحوائج المحتاجين أمين. الفقراء اللي زارونا هنايا واللي جاوا من برا واللي جاوا اللهم يربط لحوائجهم اللي كانت عنده شي حاجة صالحة لوجه الله اللهم يربط لحاجته اللهم يربط اللي عنده شي مريض اللهم يا ربي شافي وعافي اللهم يا ربي شافي وعافي اللهم يا ربي اهدينا واهدي اولادنا اللهم يا ربي اهدينا واهدي اولادنا واهدي اولاد الفقراء جميعا اللهم يا ربي اللهم يا ربي اجعلنا خير خلف لخير سلف نحن الفقراء جميعا اللهم يا ربي احينا خير خلف لخير سلف اللهم يا ربي اجعلنا خير خلف لخير سلف واجعل اولادنا واولاد اولادنا واحفظنا خير خلال خير سلام إلى يوم الدين يا رب العالمين اللهم يا ربي لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا ربي لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا ربي لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين اللهم يا ربي اجعل جمعنا هذا جمع المباركة المرحومة واجعل تفرقنا يا مولانا تفرق سالم موفق من شر معصومة ولا اجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شاقين ولا محرومة اللهم يا ربي اجرنا من النار بعفوه وادخل الجنة برحمته يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين اللهم يا ربي بشرتنا وقلت إلينا وقلت إلينا وأمرتنا على لسان رسولك صلى الله عليه وسلم وقلت إلينا أدعوني أستجب لكم اللهم يا ربي نحن ندعوك ونتضرع بين يدك يا رب العالمين ليس رب سواك وليس رب ندعوه سواك اللهم يا ربي ارحم الجامع بجهنمه الشافع يا ارحم الراحمين ويا رب العالمين اللهم يا ربي انك وعدتنا ووعدك الحق يا رب العالمين وقلت الينا ادعوني استجب لكم وانت الله لا تخلف الميعاد اللهم يا ربي إننا نظن بظننا الحسن أنك تستجيب إلينا يا رب العالمين اللهم يا ربي استجب دعاءنا اللهم يا ربي استجب دعاءنا اللهم يا ربي لحوائج المحتاجين اللهم يا ربي الفقراء جميعا اللهم يا ربي ثبتنا وإياكم على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى تلاوة القرآن وعلى العبارة وعلى الذكر جماعة وعلى السبحة وعلى هذه البدعة اللهم يا رب احينا عليها وأمتنا عليها يا رب العالمين اللهم يا رب اغفر لنا وارحمنا فإنك بنا رحيم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين الفقيرة اللهم يا رب اجعل فيهم البركة اللهم يا رب اجعل فيهم البركة اللهم يا رب وفقهم اللهم يا رب اعنهم اللهم يا رب اصلح
يرحمهم، اللهم يجعل بركه في ازواجهم، والله يجعل بركه في الوالدين ديالهم وفي الاسره ديالهم، اللهم يرضي في حوائجهم، اللهم يرضي اجلب بين قلوبهم، اللهم يرضي اجلب بين قلوبهم، اللهم يرجعهم بالبركه على سر المتقدمين يا ارحم الراحمين ويا رب العالمين، اللهم يرضي في حوائجهم، اللهم يرضي في حوائجهم، اللهم يرضي في حوائجهم، الناس الفقراء اللي ما راهمش معانا اللي راهم معانا، كاين الفقراء اللي راهم في تونس وكاين الفقراء في مصر وكاين الفقراء في هولندا وكاين الفقراء في فرنسا وكاين الفقراء اللي راهم في انحاء العالم، في جميع العالم، في جميع الاماكن، في جميع الدول، اللهم يرضي يوفقهم، اللهم يرضي يعينهم، اللهم يرضي يصلحهم، اللهم يرضي يصلحهم، اللهم يرضي يثبتنا واياهم على قول لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم يرضي يثبتنا واياهم بالقول الثابتين في الحياه الدنيا وفي الاخره، اللهم يرضي يقوي مددهم، اللهم يرضي يقوي مددهم، اللهم يرضي يشعلهم اخوات على سر المتقدمين، اللهم يرضي الفقراء جميعا، اللهم يرضي اجعلنا من المتحابين في الله، اللهم يرضي اجعلنا من المتحابين في الله، اللهم يرضي اجعلنا من المتصاورين في الله، اللهم يرضي اجعلنا من المتصاورين في الله، يا ارحم الراحمين ويا رب العالمين، اللهم يرضي اجعل اجتماعنا على الله، اللهم يرضي اجعل اجتماعنا على الله، وافتراقنا على الله، اللهم يرضي اثبتنا، اللهم يرضي اثبتنا بالقول الثابتين في الحياة الدنيا، يا ارحم الراحمين ويا رجاء السائلين ويا امن الخائفين، الفقراء جميعا مولي الصدقه، اللهم يرضي اخلف عليهم خليفه الخير، اللهم يرضي اخلف عليهم خليفه الخير، اللهم يرضي اجعل فيهم البركه، اللهم يرضي اجعل فيهم البركه، اللهم يرضي تقبل منهم، اللهم يرضي تقبل منهم صدقاتهم يا رب العالمين، اللهم يرضي اكرمهم كما اكرموا هذه الفقراء، اللهم يرضي اكرمهم كما اكرموا هذه الفقراء وكما يكرمون هذه الزوجات، اللهم يرضي اكرمهم، اللهم يرضي زيدهم خير على خير، اللهم يرضي زيدهم خير على خير، اللهم يرضي ارزقهم بما يتصدقون، اللهم يرضي ارزقهم بما يكرمون الفقراء وبما يكرمون المساكين وبما يكرمون اهلهم يا رب العالمين، اللهم يرضي يوفقهم، اللهم يرضي يعينهم، اللهم يرضي يقضي حوائجهم، اللهم يرضي اجعل البركه في صحتهم، واجعل البركه في عمرهم، واجعل البركه في ارزاقهم، واجعل البركه في ارزاقهم، واجعل البركه في عبادتهم، يا ارحم الراحمين ويا رب العالمين، الشباب اللي كيسخروا واللي كيخدموا الفقراء واللي كيخدموا الزاويه، اللهم يرضي اجعل البركه في صحتهم، اللهم يرضي اجعل البركه في عمرهم، اللهم يرضي اجعل البركه في ارزاقهم، اللهم يرضي من كان متزوجا فاللهم يرضي اجعل البركه في اهله، واجعل البركه في اسرته، واجعل البركه في اولاده، ومن كان عازبا اللهم يرضي ارزقه، اللهم يرضي ارزقه الزوجه الصالحه الذي تعينه على الذكر وعلى الاسلام وعلى الايمان وعلى الحياه المحل وعلى الحياه الطيبه يا رب العالمين، اللهم يرضي ارزقهم، اللهم يرضي ارزقهم بما تريد يا رب العالمين، اللهم يرضي في حوائجهم، اللهم يرضي في حوائجهم يا ارحم الراحمين ويا رب العالمين، الناس الحاضرين جميعا اللهم يرضي عشر الخطوات، اللهم يرضي عشر الخطوات، اللهم يرجع فيهم البركه، اللهم يرجع فيهم البركه، اللهم يرضي ارنا واياهم الحق حقا وارحمنا اتباعه، وارنا واياهم الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم يرضي جنبنا واياهم الفواحش ما اظهر منها وما بطن، يا ارحم الراحمين ويا رجاء السائلين ويا امن الخائفين، امير المؤمنين محمد السادس، اللهم يا رب انصره ولا تنصر عليه، اللهم يا رب انصره ولا تنصر عليه، اللهم يا رب انصره ولا تنصر عليه، اللهم يا رب اجعل فيه البركة، اللهم يا رب اجعل البركة في صحتي، واجعل البركة في عمري، اللهم يا رب اجعل البركة في صحتي، واجعل البركة في عمري، اللهم يا رب أرنا وإياه الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا وإياه الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم يا رب اجعلنا وإياه الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يا ارحم الراحمين ويا رجاء السائلين، اللهم يا رب اقرعناه بولي عهده، اللهم يا رب اقرعناه بولي عهده، اللهم يا رب طول عمره، اللهم يا رب اجعل البركه في ولي عهده، اللهم يا رب اجعل البركه في ولي عهده، اللهم يا رب اجعل ولي عهده على اثر ابيه، يا ارحم الراحمين ويا رب العالمين، اللهم يا رب يوفق
يوفقه، اللهم يا رب يعينه، اللهم يا رب يعينه، اللهم يا رب يرزقه بطانة صالحة تعينه على خدمة البلاد وعلى خدمة الإسلام وعلى خدمة المسلمين وعلى خدمة المغاربة. اللهم يا رب إن ليس له راحة، إنه دائم وأبدا يتنقل من إقليم إلى إقليم ومن بلد إلى بلد، وهو يشيد ويصلح. اللهم يا رب اصلحه، اللهم يا رب يعينه، اللهم يا رب يوفقه، اللهم يا رب اجعله مالك الملوك، مالك الملوك في الأرض. اللهم يا رب اجعله مالك مالك الجميع بجاه النبي الشافعي يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم يا رب ارحم من الحسن الثاني، وارحم سيدنا محمد الخامس، وارحم جميع الأجداد ديالو. اللهم يا رب ارحمهم برحمتك برحمتك الطيبة يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم يا رب ارحم الجميع بجاه النبي الشافعي يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. المسؤولين ديال المغرب كاملة كاملين، المسؤولين ديال المغرب كاملين، من رئيس الوزراء إلى القدم. اللهم يا رب يعينهم، اللهم يا رب يصلحهم، اللهم يا رب يصلحهم، اللهم يا رب يرينا وإياهم الحق أحبار ثم اتباعه، وأرنا وإياهم الباطل باطلا ثم اجتنابه. اللهم يا رب اجتنبنا وإياهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. لا 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 مشهد البلاد ولا 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 والأمن ديال البلاد ولا الدرك ديال البلاد ولا جميع المسؤولين ديال البلاد. اللهم يا رب يوفقهم، اللهم يا رب يعينهم، اللهم يا رب يصلحهم، اللهم يا رب يصلحهم اصلح على يديهم يا رب العالمين. اللهم يا رب ارنا واياهم الحق احفظ ثم اتباعه، وارنا واياهم الباطل باطلا ثم اجتنابه. اللهم يا رب اجنبنا واياهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا ارحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم يا رب ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان وارحم أشياخنا وارحم أشياخ شياخنا وارحم جميع من ذوي الحق علينا. اللهم يا رب ارحم جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات يا أرحم الراحمين ويا رجاء السائلين ويا أمن الخائفين. اللهم يا رب اللهم يا رب هم السابقون ونحن اللاحقون. اللهم يا رب الحقنا بهم مسلمين تائبين عابدين لا مبدلين ولا مغيرين لا فاتنين ولا مسؤولين يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واسمحوا لي راني طولت عليكم، والله يا لو كان ما كنتش تقصد حتى ندعي معكم حتى يسمع الحال. اللهم يا رب وفقنا إلى ما تحبه وترضى والختمة لسيدي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سيما في قدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.